نص قلبي علي خلينا كمال؟ علي كمال شنو هذوله؟ اويلي ما تعرفي مرتي؟ هذا ورق، الورق اول مرة لقوه الصينيين تسوين كتاب من عنده، واذا ما صار خلينا جو الميز اذا يتحرك هيك تطبقيه جو الرجل وما يتحرك بعد. انت تتقشمر وياي علي كمال؟ شنو هاي؟ ليش هسه مو دافعهم كهرباء ومي وغاز وتليفون؟ ها وين فلوسهم هذولي؟ انتي لا تخافين ابد مرتي، اني ادفعهم الكتروني، يعني يندفعون لا تخافين، اني وبالبيت ادفعهم. ليش احنا عندنا فلوس بالبنك علي كمال حتى ندفع الكتروني؟ اويلي يعني لازم يصير عندنا فلوس بالبنك؟ لا على خير ابوك البنك يدفع، وين فلوس هذولي؟ وين صرفت الفلوس هذولي؟ كافي عاد، قر كافي؟ شنو هاي؟ رجال هالبيت اني، من تحجين وياي لا تعلين صوتك، ما اريد اسمع صوتك عالي بعد، الى هسه اني ساكت لك، والله ترى اكفخك راشدي بيدي هاي، الزقك بالحائط مثل الصورة، تفتهمين؟ انت هالحكي تقوله الي؟ الك طبعا، اكيد ما اقوله للصورة اللي وراك، ولك لا تخلين اعصابي تفور، دير بالك، ترى والله اموتك، اذبحك هنا. انت وين اعصابك؟ انت شوفني خلي انا اقص هالعصاب، وينهم؟ اخ ماما. ها حياتي. نعم يا روح امك، ما دام منزله حواجبك هيك مثل البزونه اكيد تريدين شي من عندي، احكي اشو تريدين، فلوس؟ لا هاش عليها، انا كنت راح اقول لك اقدر اجيب صديقي حتى اعرفك عليه. مو تعرفت على ياسر؟ قابل مرتين اتعرف عليه؟ وثاني شي هذا كان يريد يتزوجك، ليش ما اجى خطبك لي هسه؟ ياسر؟ ياسر منو؟ انا عفته من زمان وحتى نسيته. عفتي؟ بنتي انت ضيعتي عقلك؟ انت شلون تعوفين هيك ولا زنقين ها؟ ما تعرفين مصلحتك. شنو انت عبالك الدنيا كلها فلوس؟ اكو اشياء اهم بهواي من الفلوس بهالحياة. والله صدوق؟ قولي اشو، شكو اهم من الفلوس بهالحياة؟ انطيني شي واحد مهم، تفضلي. مثلا اكو هاي. شكو قولي؟ يعني هسه ما اتذكر، بس اكيد اكو ماما. اخ بنتي اخ، طبعا انت مالك ذنب بهالشي، انت مش انت صغيرة وقعتي على راسك مو فوق الحائط، وطبعا فيوزات عقلك احترقوا، ومن ذاك الوقت ما رجعتي لطبيعتك. بنتي اني مو قلت لك 100 مره؟ باعي راح اقولها بعد مره، من تشوفين ولد زنقين لزقي بيه مثل اللزقه، وما تعوفيه الا انت تزوجي. اللي سمعتش يقول انت متزوجه ازقن واحد بالعالم وفلوسه كلش هواي، زين ليش تزوجتي بابا والله؟ انت ما تعرفين شحكي لك يا بنتي، اني من تزوجت نعماني عائلته كانوا من ازقن العوائل بوقتها، وطبعا بعدين تهجرنا وما بقى لا فلوس ولا شيء، كل شيء راح. المهم انا راح اخابر جانك خليه يجي يتعرف عليك. شنو جانك؟ بنتي هذا امريكي جانك، يا الله يا ربي، خلصنا من افريقي وخلصنا من الصيني وخلصنا من اليوناني، وهسه تحبين واحد امريكي؟ احنا لو نجمع كل اللي حبيتيهم اللي شوفنا يقول جامعين سفارات العالم كلها يمهم. ماما جانك مو امريكي، عراقي، هو اسمه جانك بس اصدقائي يقولوا له جاك. بس انتي ما عرف منين تلقين هالشكولات. تمام انا خابر جاك سكتي. ولي دك الو جاك، اليوم تقدر تجي يمنا؟ ماما تريد تتعرف عليك. ما اريد. اكتبها مبينة دوب. صباح الخير عمو نوري. علي كمال ها شنو المناظر عيني بهالشتاء هذا لابسها؟ هذا نيولوك جديد؟ انزعها يلا. عمو نوري رجاء لا تتدخل، ما عليك بيه، المناظر يكملون الكاريزما مالتي. يا ابو عيونه مزرقة هما كل كتلة. هما كل كتلة من نارين هذا الغبي. اخوتنا نارين هما مخلية توقع على وجهك. اي طبعا على وجهه. يعني من اريد اباوع واخذ له زاوية تصوير هالشكل تيجي على القياس مضبوط، النعال جاي ضبط بالمكان. ولكم كافي تضحكون علي، والله اصلا اني منتهي، يعني العيشة ويا نارين ابالك عايش ويا جاكشان 24 ساعة اكل بوكسات كله ضرب 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 طقت روحي. شو مصخهم؟ يومي ما اخذ لك كتلة؟ شو مسوي يعني عمو نوري؟ ناسي ادفع الفواتير واني اكلت كل فلوسها.
وصرفتهم. البحر إلى نوارس وأنا عارف أبو الكوارث. عارف عيني. أنا لازم أتزوج بنت الحلال، لازم ألقيها. أحمد أخويا ممكن تجي وياي؟ أريد أخذ رأيك بشي من رخصتك. يلا نشوف. بس شوية. إيش صار؟ شكو علي كمان. أخويا أحمد ممكن تنطيني اللابتوب مالتك شوية؟ شو تسوي باللابتوب؟ مو أني، نارين تريد تقول أكو وصفات أكل بالنت ما أعرف شنو، تأخذ وصفات أكل يمكن، خليها أنت يا معود وما تجي عليها. يعني تقول ما تورم عيني؟ كلش كوميدي أنت أخويا أحمد. يلا تزوج أنت هم، أشوف طولك بوقتها. ها تليفون.